عالية حلوة، بس مرة المكان مخشوش 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 في النورية. هذه هي المزرعة؟ هذه وصلنا المزرعة، إن شاء الله يا رب تكون تستاهل حلوة. فدحين نشوف مع بعض، حصور لكم. ما شاء الله في ناس في المزرعة. طيب زي السيارات، هي زي المحميات صح؟ ما هي مزرعة مزرعة، زي المحميات. محمية هي. أي زي المحمية، أو هي محمية. هذه العلبة اللي نجمع فيها، هذه مزارع الفراولة، هذه مزارع الفراولة، جار البحث عن فراولة. دوق انت، انا ما دوق صراحة. كيف طعمها؟ مالحة؟ يعني هو بس حق التسلية والتمشية كده يعني حركات. شوف هناك في فراولة. هذه حلوة مستوية وحمرة. تقصها؟ أنا أبغى يامي نقص. هاي يمون؟ كل ما دخلت جوا حيكون في فراولة. اللاين اللي في البداية مرة ما في فراولة. يا عبد الرحمن تعال عدي لي حنان من هنا، تقدر تشيليها؟ بسم الله. يلا انا اعدي. شوفوا سبحان الله زهرة الفراولة. يا فين فين يامن؟ يا يامن ترى هنا في الفراولة لما تكون مرة حمرة بتطلع حلوة، لما تكون فاتحة زي كده يعني زي كده فاتح فيها صفار شوية مالحة، أما إلا بتجي مرة كده غامقة مرة بتكون حلوة ما شاء الله. هذه مين ياكل استروبري؟ مين يحب الاستروبري؟ الله قلبي انا قلبي. شوفوا هنا بعد الورده مره الحبات لونه سبحان الله، صراحه تجربه مره حلوه، يستاهل المكان المخشوش والبعيد انكم تجيوا له. يلا ان شاء الله اشوف النبتات هذه اكبر واكبر، نيجي المره الثانيه نلاقيها كده عمرانه باذن الله. مرة يجنن يجنن، أنا مرة ما تخيلت في مكة في شيء زي كده. هذا اللاين مليان يا سبحان الله. هذه كبيرة بس شكلها غريب. الفراولات هذه يسموها الفراولات المائية، صراحة ما أدري هذه المعلومة أخذتها من اللي بيشتغلوا هنا ما شاء الله عليهم شباب. ما عندي فكرة إيش يقصدوا بالفراولة المائية وإيش الفرق بينها وبين الأنواع الثانية، ما أعرف، بس زي ما عرفت المعلومة قلت أقول لكم. هي قص الله عليك يا يامن. حنان حنان أشوف أشوف الحلوة. سوي يا دحموني. ايش الزراعة المائية؟ الزراعة المائية هذه ايوه الان اللي هو ضخ المويه
لكافة أنواع لكافة النباتات، بحيث إنه الموية تدور مصدر واحد الموية وهي واحدة، يعني مثلاً 20 لتر يدور 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 على الزرع كله عن طريق إيش؟ مضخة. أيوة كلام كبير. شايفة كيف؟ الحين الموية تيجي هنا بالأنابيب هذه. أيوة. تنزل هنا بالتنقيط، شوفي تنزل هنا في الحوض اللي فوق. تنقيط. الحوض اللي فوق هذا. أيوة. بحيث ينزل الفائض من الموية تنزل على اللي تحت وعلى اللي تحت وعلى اللي تحت وعلى اللي تحت. الين هنا شوف المويه. اي هذا الفائض. هذا الفائض يقوم الفائض يمشي، المويه تمشي ويرجع مره ثانيه يتعبى ويسقي. فهمتك. خلاص. اذا تكون غامقه تكون حلوه. ها أي. هنا مزرعة الطماطم. الله مرة تجنن مزرعة الطماطم. كيف المو؟ روحوا روحوا مروا مروا. ما شاء الله. ايوه ما شاء الله تجنن. تبارك الرحمن مزرعة الطماطم مرة حلوة. سبحان الله شوف الطماطم. مرة ما شاء الله تفتح النفس تفتح النفس يا جماعة. غابات الأمازون يا مين يقول. بس لسه خضرة كلها، ما في شيء أحمر، ما في شيء يتقطف، بس جينا نتمشى فيها. طبعا يعني إذا حابين تقطفوا تقولوا لهم وتاخذوا العلبة بسعر معين. إحنا بس اخترنا أن نقطف فراولة، العلبة حقت الفراولة ب25، أما باقي خضار أنا ما سألت. أتوقع ما في مجال تقطفوا طماطم لأنه خضرة، بس في مجال تتمشوا كده وسط. يا الله وسط الأشجار. أنا في أحمر كله أخضر، بس مرة تجنن في موسم في موسم الطماطم. نيجي بقطف طماطم بليز. طيب ان شاء الله. جايين الاولاد. شوفوا كيف ماسكين الأشجار بخيوط موقفينها. أبو عبد الرحمن. الكل صار يجري في اللاينات. أبغى أشوف إذا في مزرعة ثانية للخيار. يا ماما يا ماما يا ماما. دوار الشمس. حلو انه في مكة فيه زي كده. شوفوا الخدمات مرة متواضعة، يعني شوفوا زي كده هذه المواضي، والله يعزكم زي كده حمامات. يعني بالنسبة لنا خلاص جايين شوية وماشيين، بس يعني قلت اقول لكم مستوى الخدمة كيف او مستوى الخدمات. لكن عموما المزارع مرة حلوة، حبيت مزرعة الطماطم من قلب من قلب. أتمنيت أن تكون الطماطم يعني حمراء ويكون موسمها.
شوفوا عندهم قسم مبيعات، يعني تشتري الشجرة زي كده كبيرة تاخديها معاكي، عاملين أقسام زي كده للمبيعات، تشتري الشجرة نفسها. شوفوا زي كده حاطينها في محميات زي كده كل الأشجار، وإذا تبغى تشتروا تشتروا. الحين زي ورينا إيه شجر الخيار، هذا للبيع مش للقطف. بكم يعني الواحد؟ الشجرة هذه هي صغيرة هناك بخمسة ريال. والكبيرة؟ هذه هناك الصغيرة يبيعوا الصغيرة من الخيار بخمسة ريال. لسه ما طرح. بسم الله. هذا البتنجان بس لسه ما طرح، بس مرة عيب وظلام. هحاول أصور لكم بالفلاش. في زي كده جلسات، جلسات وكافيتيريا وكده، كافيتيريا أو كافي ما أدري، بس في كده ورا جلسات. لا تجوا في الليل، تعالوا في النهار من أول العصر، مرة حلو. أوقات دواماتهم خميس وجمعة وسبت. Said forever, now I drive alone past your street. Red lights, stop. هذه صحن ايش؟ ادوكم صحن علبة زي كده للخيار اظن الطماطم ولا مقصات. خلوا المعقم طول الوقت معاكم. شوفوا هذه مزرعة الخيار، شوفوا الخيارة كيس. هذه ايه الخيار، بس مرة مرة احلى في النهار. شوف هنا في خيار ترى بيدور الحبات الكبيرة، سبحان الله. شوف أوراق الخيار كيف كبيرة من ورا كده، فيها زي ال شوفوا الوبر اللي بقول لكم عليه، ملمسها كده يدي زي الخشن، سبحان الله. شوفوا هنا الكوسة بس لسه ما طرحت، ما طرحت الكوسة. شوفوا أشجار الكوسة كيف. هنروح على قسم الورقيات على طول. ما شاء الله أنا أول مرة أشوف شجر الكوسة. أيوة بس ما طرح ترى مرة. شوفوا الأوراق كيف كبيرة كبيرة، شوفوا أول مرة أشوف شجرة كوسة، بس ما يعني لسه مو موسم. شوف كيف سبحان الله من الزهرة. شوفي تحت الكوسة كيف، بس لسه حرام صغار. هذه مزرعة الورقيات، بس المشكلة مرة ظلام، يعني مرة مو حلو في الليل صراحة إلا إذا ضبطوا الإضاءة. شوفوا هذه الورقيات، هذه الكزبرة وهذا الخس فوق. شوفوا كيف زارعين الخس فوق والكزبرة والبقدونس تحت. ريحة الكزبرة والبقدونس مرة حلوة. شوف بيعلمنا كيف بيقول قصوها كده مجموعة. هذا ايش؟ هذا البقدونس وهناك البقدونس. هذا البقدونس مرة ريحة البقدونس والكزبرة حلوة. هذا
تحت علينا. في البقدونس كده القصة مجموعة. ايوه شوف هذا الخس اكبر اكبر لا اكبر يقول كيف سبحان الله. طازة طازة من الفرن الى مائدتكم. هذه الكزبرة مرة شكلها حلو تجي كده شوفوا مشرشفة اكتر او اوراقها انعم على عكس البقدونس. انت ايش بدك تفضح البقدونس؟ هذا البقدونس هذا البقدونس اوراقه اكبر شرشفته اقل. شوف الريحه حقتها. ايوه الريحه مختلفه كل الكزبره. صورت خلاص؟ لا هذاك اللي صورتيه اللي هو الكزبره. ايوه قلت لهم كزبره وبقدونس. هذا بقدونس احلى حاجه اللي بيشرفوا كلهم اصحاب الملك يعني اللي معانا يقول صاحب المزرعه عمه مزرعة عزيز الأنصاري ما شاء الله كل التوفيق ليهم مرة حلو بس يبالهم شوية شوية تظبيطات يعني إضاءة زي كذا كشاف على الأقل هنا بس مرة أنصحكم تيجوا من أول العصر يعني صلوا العصر هنا عشان تلحقوا الوقت شيء يفتح النفس تبارك الرحمن. حاجة تفتح النفس عضوية تجنن قد ما أمدح قد ما لازم تجوا تشوفوا بنفسكم وطبعا أكيد مو إعلان مرة مو إعلان إحنا جينا كده نشوف وسبحان الله طلع حاجة حلوة وصورت لكم شوفوا خس الثانيه اللي يعبر النمل. انت تستخدموا طريق النمل. احنا استخدمنا طريقة النمل. جبنا نحل اللي هو ما يطلع عسل. نحل. نحل ولا نمل؟ نحل. على بالي نمل. يستخدموا النحل للتلقيح، ما يستخدموا محاليل. بتكلم عن الفراولة. ويلقح. ما شاء الله الفراولة استخدموا النحل للتلقيح بيوضح لنا قد ايش منتجاتهم عضوية ما شاء الله الله يوفقهم. ايه تفضل مهندس الحين الفرق بين العضوي ولا المهندس عبد الحميد دمتاري مشرف الزراعة العضوية منطقة مكة المكرمة. بالنسبة للزراعة المائية والزراعة العضوية الاختلاف ايش؟ ان الزراعة المائية الاستخدام المبيدات فيها قليل جدا او غير معدوم نهائي استخدام المبيدات. ايوه. ما يستخدم لان الاصابات تكون قليله جدا او غير معدومه الاصابه فيها لان النظام مغلق والنظام فيها يكون المكافئ يكون واصل للحشرات اللي تصيب النبات. هو اكثر شيء الحشرات ولا الميكروبيولوجي الصغيره اللي هي البكتيريا والفطريات. البكتيريا هذه يكون عن طريق النظام، اذا كان النظام مضبوط ما تجي البكتيريا، يعني تمام. النظام البكتيريا تجي عن طريق زياده الرطوبه، زياده المويه، هذه المشكله. الزراعه المائيه اصلا جات باكت ويكون فيها النظام المستخدم هنا في المزرعه هذه هو الدتش باكت. والتربه يكون تربه بركانيه فقيره. فقيره بالعناصر اللي هو البوتاسيوم والكالسيوم ولا هذا عن طريق محاليل عناصر كبرى عناصر صغرى تضبط مع المويه بكميات محدده ما شاء الله لا يحتاج النبات النبات ياخذ الشيء اللي يحتاجه الشيء محتاج يكون يجنب على جنب ما يستخدم. طيب بالنسبه للمركبات النيتروجينيه يحتاجها النبات طبعا زي السماد هذه نسبات محدده اصلا في ضغط المويه مع المويه مع النظام المائي. ايوه. نضيفها بمختار بمقاسات محدده. تمام. طيب يفرق في الطعم دحين لو اخذت الخضار اللي هي مثلا الخيار ولا الكوسه والفراوله اللي هي بهذا التقنيه اللي هي الهيدرو هيدروبونيك.
بالنسبه للموضوع طبعا الاستاذ عبد العزيز الانصاري بالنسبه للموضوع ان سؤالك عن مساله الفرق ما بين الزراعه اللي هي الهيدروبونيك والزراعه العضويه نعم التقليدية. العادية هذه الزراعة التقليدية الفرق بينهم كبير جدا. أول شيء من حيث كمية الإنتاج، من حيث الطعم، من حيث المذاق، من حيث الشكل، من حيث الأمان الصحي. الأمان الصحي مهم جدا، وكثير من الناس اللي يبحث عن الأكل الصحي. أيوه. إضافة إلى ذلك لو أنت مثلا على سبيل المثال الآن أنت أخذت ممكن كسبرة وأحد عارفين الموضوع ده. صحيح. لو ذقت طعم الكسبرة مختلف تماما عن ما هو موجود في السوق، من حيث المذاق، من حيث الرائحة، من حيث الشكل، تحس إنه صراحة أنا لما قطف سميت الريحة والله يعني أي نعم الكسبرة لكن هذه لا ما شاء الله شان مزروعة طبيعي ومزروعة بطريقة صحية من المزارع المائية الموجودة في مصر. أنا للأمانة يعني مزارع معينة محددة اللي قام في منطقة لا كمزرعة هيدروبونيك في منطقة مكة المكرمة وفيها تنوع من هذه هي تقريبا أكثر مزارع لأن بقدونس المزرعة الأولى المتنوعة في مكة فراولة كوسة باذنجان يعني تكلم عن 8 أصناف موجودة في مزرعة واحدة هيدروبونيك فين نلاقيها طيب الزراعة يعني ما تنباع في المحلات حتى إن شاء الله بإذن الله مستقبلا نعمل إنتاجات نستهدف فيها العوائل نستهدف نعمل لهم خدمات يعني ما في شيء في المزرعة